Good morning، صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهارده عن my favorite site when it comes to التأسيس. لما ببدأ مع اي طفل ان انا اسسه من البداية او مع ولادي حتى اشتغلت فيه، ببدأ بالسايت ده. حلو جدا، الريسورس بتاعته حلوة قوي، especially لل KG او يعني اول حد عايز يتعلم reading الفونكس او sounds of the letters او decodable stories او الحاجات دي. I posted a post ان هو my favorite site، وناس على البوست دي كتبت لي انه هو ايه بالظبط، اشرحوا لنا عنه، او هو في اوراق عمل بنطبعها ولا ايه بالظبط. فانا قلت اعمل فيديو كده اشرح لكم تفاصيله. مبدئيا اول ما تفتحوا السايت هو اسمه ستار فول، تمام؟ ستار S T A R فول F A L L، تمام. هنبدا نفتح، هتلاقي المنظر ده كيندر جاردن ولا جريدز. باي ذا واي هو ليه ابلكيشن، بس انا مفضل السايت. السايت فيه حاجات اكتر من ابلكيشن، وكمان مش بحب قوي ان هما يبقوا ماسكين الموبايل سايت، احسن ان انتي تبقي متحكمه اكتر. فنفتح الاول، هندخل على الكيندر جاردن اللي هي الكي جي، اللي هو بدايه خالص القرايه، لان جريدز فروم 1 تو 3 محتاج سبسكريبشن او فيها حاجات بسيطه، والباقي كله محتاج سبسكريبشن. هندخل بقى على الكي جي. اول حاجه فوق هنا، عشان يا رب تكونوا شايفين، هي الاي بي سي ساوندز اوف ذا ليترز. هتفتحوها، هتفتح لكم كل الحروف، وكل حرف فيه برزنتيشن عن صوته، كلمات عنه، كل كلمة بتلاقيها بتتحرك، الصورة يعني بتاعتها بتتحرك بتعمل حاجة. لطيف جدا جدا. هندخل مثلا، خليني اوريكم بسرعة على letter B اللي هو sound B. كل حرف هتلاقيه بيقدمه لكم الاول small and capital او capital و small، يعني بيقول اسمه في الاول، وبعد كده كل ما انت ماشية هيقول الصوت، يعني اسم الحرف مرة واحدة بس بيتقال. بعد كده هنبدأ نكرر الصوت دايما. هندوس مثلا على الحرف، هيقول الصوت ب بال. اديهم example ب بال، وهتلاقوا زي ما انتم شايفين البرزنتيشن نفسها interactive، يعني مش صورة وكلمة وخلاص والطفل يكون ملان. هم اصلا الاطفال بيحبوا يشتغلوا عليه وبيتعلموا بقى بعد شوية لوحدهم اصلا من عليه. ب بوي، وهكذا. انا مش هكمل البرزنتيشن، يعني بياخد الكلمه وكمان ساعات بيحطها في جمله، والصوره بتبقى بتتحرك او بتعمل حاجه، وكل ما يدوس على النكست هيلاقي صوره الحرف وبيقول صوته like this ب. تمام، انا مش هكمل البرزنتيشن، بس كل البرزنتيشنز بالشكل ده. It's very useful. كل الحروف عندكم هنا، وانتوا مش لازم تمشوا بالترتيب، امشوا بالاصوات اللي هتديكوا كلمات. يعني ايه؟ لو انت هتبتدي معايا family words، family words يعني عائلات الكلمات. for instance هتبتدي بأن مثلا، أهن يديله الأ والن، وهو غالبا بنبدأ بالأت أ وت، وبعدين نبتدي يديله حرف حرف يكمل الأت. يعني خدنا الأ وت وعرفنا ان هما جنب بعض بيعملوا أت، نبتدي ناخد ب بات، ك كات، ف فات، ه هات، م مات، وهكذا. تمام، خلصنا الات ووردز، ندخل في الان ووردز وهكذا. وبعد كده كل ما هتبتدي تاخدي فاميلي ووردز، احنا خلصنا من الحروف. تمام، قبل ما نخلص من الحروف واحنا بناخد الفاميلي ووردز، هندخل على اللي بعديها اللي هي الديكودبل ستوريز. يعني ايه ديكودبل ستوريز؟ يعني قصص. يعني ايه ديكودبل بالعربي؟ زي ما يكون ليها شفره، يعني ليها صوت معين ماشي عليه. هنا مثلا ستوري زاك ذا رات، الكلمات الاكتر في القصه دي هي الات ووردز والان ووردز، زي ما قلت لكم عيله الات وعيله الان. فهو بالاول بيراجع له على الكلمات دي. لو فتحت for instance the at words هتلاقي اربع كلمات هنا make a word، وهو اللي بيعمل الكلمة at 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 to match the picture. حطيت له هنا صوت ال at، وبيقول له انا عندي دلوقتي صورة cat، اعمل لي كلمة cat match the picture with a word. فهو هيدور cat، اول صوت سمعته ايه لما سمعت صوت كلمة cat؟ What's the first sound did you hear when I said cat؟ k at cat. فيدور على الصوت الاولاني اللي هو الك، هيجيبه هنا، هيعمل الكلمة at cat hat، وهيعمل كلهم، وفي الاخر هيحط له الكلمات الاربعة فوق بعض ويقول له يقراهم. انا بحاول امشي بسرعه عشان الموضوع ما يبقاش ممل بالنسبه لكم. نفس الكلام في الان، هيخلص الاثنين دول هيدخل على الستوري اللي تبعته. الستوري هتبقى معظمها كلمات فيها ات وان، وهي كلها عامه بتدور حوالين الشورت اي اللي هو الا،
يعني هو حتى في خلال الأغنية بيحاول يكرر له صوت الاي اللي هو الأ. كل ما هيدوس على next هيقول له صوت الأ. وبعدين هنا القصة بتبقى simple sentences زي ما انتوا شايفين ز أ ك زاك، وهنا في أ وهنا في rat، كلهم short A words، ما عدا طبعا بتبقى فيه high frequency words أو sight words اللي هم كلمات المفروض نكون عارفينهم من قبل ما نقعد نستهج، يعني is و the والحاجات دي. لو هو مش عارف ينطق أو مش متأكد من القراءة الصحيحة بنسمع هنا Zach is a rat. فبينطق هو الجملة السايت. وكل بيج هتلاقي فيها حاجة برضو interactive زي كده، لو داس على الصورة هتلاقيها بتتحرك أو بتعمل حركة حاجة أو كده. كل ما هيعمل next هيسمع صوت الحرف تاني ويبدأ يقرأ ال sentence اللي بعديها، وهيدوس مثلا هنا هتلاقيها عملت حاجة، وبرضه هيدوس هنا هيقولوا الجملة كلها. الستوريز حلوة جدا 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 بالنسبة لسنهم، أولا بيبقوا مبسوطين بالحركات اللي بتعملها، ثانيا انتي ممكن بس مش هو يقرأ وخلاص، لا كل ستوري هتقعدي تسأليه where is rat, where is the can, what happened here, is it okay that he sat on the can، كان فكرة كويسة ان هو يقعد على الكان، why wasn't it a good idea، لو هو قالك no it was a bad idea طب why، because he fell down, the can got open, the jam came out. فخلي القصة ما تبقاش مجرد انه بيقرأ، لا اسأليه طول ما انت ماشية في القصة اسئلة. انا بعمل ايه؟ بعمل مرتين من القراءة، مرة هدف منها القراءة فقط، هنقعد نقرأ بس الكلمات ونستهجها، والمرة التانية هنقعد نسأل اسئلة، او نبدأ بالاول بسؤال الاسئلة وبعد كده نقرأ الكلمات. المهم ان احنا نعمل two skills comprehension والreading. الreading يعني قراءة، والcomprehension يعني الفهم. خلصنا القصة دي، هي القصة تبقى تقريبا 7 8 زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا ما نقراش، انا بفوت بسرعه عشان اقول لكم. خلصنا الا، هو اتعلم الفاول ا وتعلم الفاميلي ووردز بتاعته وعرف يقرا القصه بتاعته. هندخل في الفاول اللي بعده اللي هو الا، نبدا نعلمه برضو كلمات بالا زي الات ووردز والان ووردز، ونقرا القصه بتاعتها وهكذا. في عندنا الفايف فاولز بيتنطقوا الاول بالطريقه الشورت فاولز اللي هي ا ا اي او اه. تمام، احنا كده خلصنا الشورت فاولز وقرا القصص بتاعتهم، وهوريكم مكان تاني كمان في قصص ازيد لكل فاول في ستار فول، برضو هوريه لكم من بره. بس لو خلصتوا الشورت فاولز تبداوا تنتقلوا على اللونج فاولز. يعني ايه اللونج فاولز؟ يعني هو حرف الاي برضو، بس في احيانا بيتنطق بطريقه لونج. يعني ايه بيتنطق اي مش ا؟ امتى بيتنطق بطريقه لونج فاول او لونج اي؟ لما مثلا بيكون في الماجيك اي في الاخر، لما بيكون في اي اي او اي واي، هتلاقوا برضو قصص على كل واحده. دي اللونج اي، دي اللونج اي. لونج اي بنطقها اي مش ا، انت تنطقها اي لما بيكون في دبل اي حالات معينه. هنا في مثلا الماجيك اي مع الاي فبقت لونج اي، والقصه بتاعتها نفس الكلام. وهنا في سايت ووردز اتعلمها، فحلو جدا ممتاز. اللونج او، اللونج يو. هنا هناخد اصوات برضو، لما مثلا الاي ار بيجوا مع بعض بيعملوا صوت الار ار، فهتلاقوا قصه فيها كلمات كتير زي كار، وهتلاقوا كلمات يعني كل ما تمشي هتلاقوا الكلمات اللي موجوده في القصص دي مراجعه على القديم بلس حاجه جديده. هنا الاور ساوند او ار، قصه ليها علاقه بالاور ساوند اللي هي ار كنترولد، زي الهورس مثلا. اي ار اللي هي ار زي سيرف او جيرل. الاي ار والاي ار الاي ار والاي ار واليو ار، التلاته دول بيتنطقوا ار، فدي بنسميهم الار كنترولد. في قصه طبعا عليهم موجوده هنا، فتحفه القصص اللي فيه كلها حلوه جدا. خليني اطلع بره كمان واوريكم بقيه القصص اللي ممكن تلاقوها للديكودبل ستوريز. سوري، هنا احنا قرينا الحروف تمام، هنا قرينا الستوريز اللي هي ديكودبل اللي هي ليها زي ما قلت لكم زي كود كده، كل قصه ليها صوت معين. هسيب دي دلوقتي ودي وهدخل لكم على اللي تحت، دي فيها بقيه القصص اللي هي برضو على الشورت فاولز. هنا عندكم شورت فاول اي ليه قصتين، شورت فاول اي ليه 3 قصص، وكلهم بنفس الفكره، نفس فكره اللي انا وريتهم لكم. شورت او 3، شورت اي 3 وهكذا، ودول ميكس ما بين مثلا شورت اي وشورت او، هنا ميكس ما بين شورت اي وشورت اي.
تمام. فده المكان اللي هو وريهولكو تاني تحت هنا، تمام. دي لعبة تكوين كلمات جميلة قوي. هنا الاتنين دول ريدنج برضو بس بمستوى اعلى شوية. يعني مثلا اوريكو I'm reading، ده الستوريز اللي فيه كبيرة. الاطفال بقى خلاص عرفوا يقروا، بيقروا حاجات بقى اكبر شوية. ستوري بقى يعني شكلها زي القصة العادية، فيها تايتل، فيها الستريتور. الستريتور يعني اللي كتب، اللي سوري اللي رسم الرسومات، ماشي. هنا في اسم الاوثر اللي هو اللي كتب القصة. ده بالنسبة بقى للولاد اللي هم اخدوا شوية سكيلز زيادة وعايزين بقى يعرفوا. وهنا هنبدأ ايه، زي هي بلاي دي زي مسرحية هيقراها، ويبقى فيه شخصيات، وكل شخصية المفروض مثلا لو في اتنين بيقروا كل واحد هيتقمص شخصية وهيقرأ الدور بتاعه، ونفس الكلام في الصوت هنا لو عايزين يسمعوها. دي البلايز، دول ثلاثة مسرحيات. هنا أول واحدة ثري ليتل بلايز، لو عايزين يلعبوا مسرحيات بتبقى برضو لطيفة قوي إن هما ياخدوا السكريبت بتاعتها ويمثلوها. هنا في فيكشن ونون فيكشن ستوريز، هنا في فوك تيلز، جريك ماث، تشاينيز فيبلز، دول كلها أنواع من القصص. الفيكشن والنون فيكشن، فيكشن يعني واقعي، سوري خيال، ونون فيكشن اللي هو الواقعي. في حاجة اسمها realistic fiction كمان بناخدها، اللي هو الخيال الواقعي، يعني هي حاجة من خيال المؤلف لكنها ممكن تحصل في الواقع. ال non fiction بتبقى حاجات تديكي معلومات. ادي stories كتير للفيكشن، مثلا هنا happy mother's day، هنا يعني دي كلها حاجات خيال من خيال المؤلف انما ممكن تحصل في الواقع. سوري مش تحصل، دي fiction اللي هي خيال المؤلف بس، مش ما كتبوش realistic fiction، هما بس fiction عامة خيال. هنا ال non fiction بتبقى حاجات بتديهم معلومات اكتر، زي المجلات او الكتب العلميه او حاجه زي كده. فمثلا هنا بينجوينز، بينجوينز هتلاقيها بتتكلم عن حيوان البينجوين وبتديكي معلومات عنه. هنا برضو again you will find the name of the author, the title of the story، وبعدين القصه نفسها ممكن تتسمع وممكن تتقري وهكذا، وبتديكي معلومات عن animals مثلا. فالسايت ده يا جماعه تحفه، انا I've been using it for years و I'm still using it و I love it so much. فحبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده kind of a review on the site عشان تعرفوا تستخدموه، لان في ناس بتدخل عليه بس تبقاش عارفة هي تدوس على ايه، تروح فين، هتلاقي ايه هنا وهكذا. في برضو في math وفي shapes وفي حاجات زي كده، بس مش كل حاجة بتتفتح في الماث والشيبس والكلام ده. هتلاقوا في مثلا اول حاجتين تلاتة بيتفتحوا، وبعد كده لو عايزين تفتحوا الباقي كله بتدفعوا بقى، تعملوا subscription. I hope ان الفيديو ده يكون عجبكم، ولو في اي حد عنده سايتس مشابهه لطيفه حلوه حاسس ان هي مفيده ممكن يكتبها في الكومنتس عشان كلنا نستفيد من كل الحاجات الحلوه دي.